العالميه كمان فرنسا ترجع لها. يا ايو ماشي من ناحيه شمال طار ليه هي دي يا جدع خد يا عم خد العجله بتاعت السيسي وشال نحس يو اللي خططك كده يا واد المشروع باظ يا سيده جمهور الزمالك قطعني الف نهار ابيض يا حيلتي انا كنت عارف انك هتتصل يا مذكور بيه وكنت مستني المكالمه دي على احر من الجمر ايه ميموري كارد طبعا يا مذكور بيه معايا بس وحياتي عندك ما تظلمش حسام لانه الصدفه وحدها هي اللي بعتت الميموري كارد عندي نعم يا حبيبي طلباتي 2 مليون دولار قبل ما ترد فكر شوية انت عارف الميموري كارد ده لو راح هنا ولا هنا هيحصل ايه وانت ادرى واحد طبعا في البلد دي اللي يقع ملوش قومة فكر براحتك يا حبيبي وساعة ما تجهز كلمني باي باي يا كوتش بس ما تقوليش فاشل يا سيدة لا فاشل وصايع وموكوس ولا ما عرفتش اربي ياما وطي صوتك ياما خايف مين يسمع اهل الحارة واتفضحنا قدامهم واللي كان كان خايف لو هدى تسمع اياك فاكرها بتحبك يا محسن يا سرحان ايوه يا سيدة هدى بنت خالي بتحبني تبقى اهبل وحمار ومش فاهم حاجة تبقى واهم نفسك طب بص هقولها روح اسالها كده قول لها هدى بتحبيني ولا لا شوفها هتقول لك ايه حاضر يا سيده هروح واسالها يا خيبتك في سندك في الدنيا يا سيده انت بتحبيني ولا لا قولي الصراحه عبوده بصراحه انا مش الصراحه قوي يعني بصراحه انا مش بكرهك ومش بحبك انا عايزك تبقى انسان كويس ويبقى عندك شخصيه ويبقى لك هدف في الحياه ساعتها بس هتعرف انت عايز ايه انا عايزك تبقى انسان كويس ويبقى عندك شخصيه ويبقى لك هدف في الحياه ساعتها بس هتعرف انت عايز ايه ماشي يا هدى ماشي خلاص نسيت ذكرياتنا مع بعض وهونت عليك يا هدى بس على العموم انا من هنا ورايح مش هتشوف وشي تاني وهثبت لك بقى ان انا عندي شخصيه وليا هدف كمان بس انا بحبها قوي مش هتهون عليا ولا على السيدة يا عبودة يا عبيط ده نمك اللي بتحبك وعايز اشوفك كده احسن واحد في الدنيا خلاص بقى طب والله العظيم يا عبودة انا ما هيجي لي اليوم طول ما انت زعلان مني خلاص بقى يا عبودة بقى يا ساتر ما تزعلنيش تاني يا سيدة حاضر يا دنيا عمري ما هزعلك تاني
بتضحك عليا ولا جبنا يما؟ جبنا يما والنبي ما عندهم حق جمهور الزمالك دول. لمؤاخذة يا سيدة، عشان ادي عبودة تاكسي من بتوع عشان يشتغل عليه لازم يمديلي على ايصالات امان. اه بصراحة انا مضمنوش، محل بهناس الموان بوظه، عربية كارتة وضيعها، حتى عجلة السيسي كسرها. الله اكبر الله اكبر. ودي حسيدك يا منكوس. خلاص يا معلم بيومي، انا يا اخويا اللي هعمل. اذا كان كده يا ست زيدة ماشي. قولي يا ستي، ادي ايصالات الامانة وادي الألم. ألم ما كانش يتعز. عامل حسابي. البصمة جاية اشتكوني. اتفضلي بسمك. يلا يا سيدة، أنا مش عايز أشتغل، أنا مش عايز أشتغل. يلا يا سيدة. بس يا واد، ديك بني آدم. اللي بعد التالت بقى. الأول هشتري بيت. الله، يلا كفاية 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 يا سيدة. يا واد استنى. اتفضل يا أخويا. اتفضل. المفاتيح فين؟ اه المفاتيح، اه عايزة مفاتيحك. اتفضلي. عيب بقى، عيب تختشي. خد يا اخوي، الف بركه. شاكرين قوي يا معلم بيومي. سلام عليكم. يلا بسيطة. ربنا يفتحها في وشك يا ابن بطني ويرزقك برزقنا قدر يا كريم. ايوه كده. مالك يا سيده فرحانه ليه كده؟ ناقصه زغراطي؟ لا وانا اتعينت في الخرديه. طب اسكت اسكت، بتصيح لنا قدام الراجل ويقول علينا ايه محدثين. يلا. طب يلا بقى اركبي بقى يا سيده، علشان انت ان شاء الله هتبقي اول توصيله. يا اختي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا عبد. يا رب حبيبي. ربنا يخليكي. الله الله. ايوه كده اقعد كده. محتاس ليه؟ انت بتعرف تسوق ولا ايه؟ ايوه يما ان شاء الله، بس ادعي لي انت بس. ربنا يفتحها في وشك يا عبوده يا ابن بطني ويرزقك برزقنا قادر يا كريم. يرزقك من واسع يا حبيبي. خلاص يا عبوده. خلاص يا سيده انزلي زقي. انت مش دعيتي؟ انزلي زقي. تقلقش عبودة، هي في الأول كده، لكن أول ما تتعود عليها هتمشي. ولا هات التاني ورني. يلا زق يا سيدة أهو. زق إيه؟ مقيم. جابي توكتك وحصلينا بقى. ربنا يسلك لك طريقك يا واطي. اتفضل يا سي بابا. ايه الورق ده كله يا بنتي؟ ناوية ترفعي قضية ولا ايه؟ قضية ايه يا بابا؟ الورق ده فيه اشهر الشيفات والطباخين في العالم واشهر الاكلات في كل بلد. كل ده؟ يلا بقى شد حيلك ودوقني اكل من ايديك الحلوين دول. لا ده انا هحفظه صم وحنفذ كل اكلة فيه بايدي. بس ما خبيش عليك يا بنتي، ده عايز مصاريف كتير. ولا يهمك يا بابا، شوف بقى لما تبقى شيف مشهور هتطلب كام. اه عندك حق. عبودة بطل يرنلك ولا ايه؟ وبتقول كده ليه يا بابا؟ لا اصلك بطلتي تشتكي منه يعني. بقاله يومين ما بيرنش، بس كده احسن عشان يفهم بقى. ايوه بس انت كنت قاسية عليه قوي. اللي حصل ده احسن عشان يركز ويعرف هو عايز ايه. غلط. عبودة ما يجيش بكده أبدا، ده ابن أختي وأنا عارفه كويس. بكرة تشوفي عبودة ده هيبقى إيه. اتفضل يا عم بيوم، الإيراد بتاع امبارح أهو، إيدك بقى على اليومية بتاعتك. ماشي يا سيدي. اتفضل يا سيدي، الرخصة بتاعتك كده تبقى أنت ماشي في السليم. ماشي، ألف شكر يا عم. فين اليومية بتاعتي؟ ماله يا سيدي، خد الجوز جنيهات دول اصرف نفسك بيهم. ايه 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 ايه؟ ما تنساش ان انا صرف كتير لحد ما طلعت لك الرخصه. امسك. ايه يا عم بيومي ده يا عم؟ انا مش عايز رخص يا عم، انا عايز يوميتي، قوتي، عرقي، مجهودي. اسمع اسمع ابونا، فهمني، اشتغل معايا لازم يمشي في السليم. انا مش كارته. شبره شبره عتبه. ماشي ماشي يا عم الامور. سلام. على فين؟
رايح انا وام التورب عشان طلعت راجل. عقبالك كده ان شاء الله لما نروح نزورك. بقولك ايه؟ المشاوير دي على حسابك، انا مش فاتحها نقل عام. والاسبوع ده هتبقى ورديتين عشان ما فيش سواقين. 2 جنيه بيوم يا معفن يا نتن، اما فرقتك. بتقول ايه يا عبوده؟ ما بقولش يا عم بيومي، ده انا بدعيلك. بحسب اله يا رب يذلك وما يهنيك يا بيومي، وتجيلك مصيبه في نفوخك تاخد اجلك. كده ماشي يا عبوده.